أكد اقتصاديون في مملكة البحرين أن بدء العمليات التشغيلية ضمن مشروع توسعة المطار ستكون له آثار اقتصادية هامة على قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، حيث نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس بالأبعاد الاقتصادية المهمة لمطار البحرين الدولي الجديد، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في استكمال مشاريع البنية التحتية ومضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعاته المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ولفت السيد سمير ناس إلى أن المطار الجديد يشكل إضافة نوعية أخرى على المسيرة التنموية في مملكة البحرين، كونه واحدا من أحدث المطارات في المنطقة لطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويا ومجهزا بأحدث المعدات وفق المعايير العالمية، وستكون له أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد البحريني وترجمة حقيقية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكد السيد سمير ناس أن القطاع الخاص البحريني أصبح لديه من الإمكانيات والفرص ما يمكنه من تحقيق دوره في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة بمشاريع وبرامج وخطط اقتصادية توفر له إمكانيات النمو وببنية تحتية شاملة تتيح له القدرة على التوسع من خلال مشاريع وطنية رائدة مثل المطار الجديد الذي سوف يتيح المجال والفرص أمام القطاع الخاص. هذا ويعتبر مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي الذي تم تدشينه يوم أمس الخميس صرحا اقتصاديا حيويا دشنت به مملكة البحرين العام الجديد بخطى واثقة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على العالم ككل جراء جائحة كورونا.